بص، في حاجات في الكوره ما ينفعش ان احنا نقعد نفصل مع بعض فيها، مش هقعد اقول لك 4 4 2 و4 2 3 1، الحاجات دي مع موسيماني تاخدها وترميها حرفيا في اقرب كيس زباله عندك، لان انت لو اتكلمت في التكتيك بتاع موسيماني او التكتيك بتاع كابتن طارق العشري، انت راجل ظالم. ال 120 دقيقه دي ما كانش فيها حاجه نوعا ما ممتعه. اللي كان ممتع بصراحه سيناريو ضربات الجزاء. يا اسطى انا جاي اكلمك في ضربات الجزاء، انا مش جاي اكلمك في 120 دقيقه، لان لما اخذ يعني احنا كنا زعلانين ان احنا كملنا 120 دقيقه، يعني مفترض ان احنا طالما هنكسب بقى نكسب من الاول. طب ليه بقى؟ كل حاجه تورينا ان في حاجات ممتعه كده وان في ثوابت. موسيماني ماشي بنور الله، خليه ماشي بنور الله لحد الاخر. الاهلي بقى كسبان 3-1 في ضربات الجزاء، والشناوي بيطلع وتخش، يلا يا عم ايمن اشرف نخلص المباراه 4-1. يجي ايمن اشرف مضيع، الجيش جاي بعد كده قفشه يجي مضيع. قلت انت الاهلي يخسر؟ والله العظيم قلت ابدا. والله كان ليا واحد صاحبي قاعد جنبي بتقول حسين السيد هيحب يغير فهيلعب ناحيه اليمين، فالشناوي يطلعها في المباراه تخلص. سبحان الله. تقول انت عرفت منين يالا؟ انت كل ماتش بتطلع تهبد كده. حبيبي اللي ربنا سترها في ماتش الزمالك وسترك في ماتش الاتحاد كاتش على الماتش بتاع طلع الجيش وهتقفل يعني. انما احنا ماشيين تكتيك والكلام الفاضي ده انسى، ما تضحكش عليك. انا ممكن اعمل معاك رهان من هنا لحد ان شاء الله الدور الاول السنه الجايه ان موسيماني مش هيكمل معانا الدور الاول، عشان ما تضحكش عليك. الفرقه بتعك الحمد لله، يعني لا احنا عارفين ندافع ولا احنا عارفين نهاجم ولا الدنيا بالنسبه لنا معروفه رايحه فين. انا جايب مدرب هجومي صح؟ مفترض ان هو هجومي. لا، هو كل مباراه بيكبر ان هو يدافع، يعني مباراه الاتحاد كابتن حسام اكبر ان هو يدافع، مباراه الزمالك بتشيكو اكبر ان هو يدافع، وقلنا عادي الراجل عامل تكتيك ان هو يسيب الكره للزمالك، قلنا خلاص بقى خد دوري الابطال مش عايزين منه حاجه. انما النهارده برضو كابتن طارق العشري بيجبرك انك تدافع. هتقولي ما احنا كنا كسبانين لحد اخر دقيقه لحد جون بتاع ناصر منسي. طب وانت كنت مستلذ بالمباراه بصراحه؟ هتقولي كره مروان مهر وبصها لقفشه. انت مستني حاجه من مروان؟ هنشتغل بعض يعني، مستني ان هو يبصيها او مستني ان هو يحطها في البعيده او مستني ان هو يحطها في القريبه او مستني ان هو يعملها تشيب؟ انت مستني ده من مروان؟ هنشتغل بعض احنا ونقعد نقول اصل هو غلط فيها؟ ما كان معروف ان مروان يعملها كده، كفايه الاسيست اللي عمله الكهرباء. انت بتقولي بعد جون كهرباء حسيت انه خسر؟ والله ابدا، انا عارف ان كهرباء عيل مش سالك نوعا ما، فموضوع ان هو يجيب الهدف اللي يكسبك كاس باص كانتش مبلوعه، انما حته ان الشناوي يكسبك كاس باص مبلوعه جدا، مبلوعه جدا جدا جدا. شناوي زيه زي ناس كتيره جدا ممكن يكون هو واحد من اهم اللعيبه في الموسم الحالي سواء مع فايلر او مع موسيماني، بس بصراحه اللي بيحصل في الاهلي كده كتير بصراحه. ما ينفعش انك تبقى مطرود من الفرقه اللي قدامك مساك اللي هو احمد علاء الدين اللي هو الطرد بتاعه اتاخر نوعا ما، بس عادي مش هنقعد نتكلم في التحكيم يعني. الكره بتاعت بدر بنودي ما تحسبش اي حاجه للامانه، حتى لو تقول لي اصل هي اتغطت على كره ياسر تحسب ضربه جزاء، والله انت راجل بتاع مؤامرات ماليش دعوه. بس انا عشان ما اضحكش عليك انا شايف ان الاهلي كان مفترض انه يخلص المباراه بدري بدري. هتقولي ازاي يا حبيبي دول مضغوطين واخدين دوري ابطال وراجعين بعدها نلعب مباراه في ربع النهائي؟ انت جاي بطل دوري ابطال افريقيا، المفروض انك باللقب تخلص كل حاجه. انا جاي بطل دوري ابطال مخلص على كل فرق افريقيا، تنزل بقى المباراه بتاع كاس مصر دي تتدلع بقى تكسب لك 3-4-5. تلعب قدام فرق كويسه بس المفترض ان انت البطل، شخصيه البطل بقى يابا. انما ما استناش النهارده ولا ضربات جزاء مع طلائع الجيش بعد ال 120، لا احنا بنهرب. بس الكاس بينسيك والبطوله بتنسيك كل الهبد اللي بيحصل جوه الملعب، وبتنسيك كمان ان موسيماني كان مستني ان هو يغير ما بين الشوطين في الاكسترا تايم عشان خاطر يتم اضافه ليه تغيير سادس تاني، اللي هو بالسلامه على النبي ما انت كان معاك 5 تغييرات غيرت منهم تغييرين بس في ال 90 دقيقه. انت ما كنتش حد ماشي في نور الله فعلا والله. ما تخافش من غير من الناس اللي هي سالكه قوي كده والكوره بتحبها، كرة بتحب موسيماني، خليها تحبه، خليها تحبه وعلى الله يعمل خماسيه ويعمل سداسيه. الجيل ده هيتم احتساب لي ان هو اخذ الثلاثيه التاريخيه بعد جيل 2005 2006، بس بضيت لهم في القفص يعني. قفشه وعمرو السليه ومحمد هاني بقى جيل تاريخي، زيك يا عم الحاج، قولوا اللي انتوا عايزينه وخلوا علاء صالح يقول اللي هو عايزه، خلاص مش هنشوف عهد زي اللي احنا بنشوفه الكوره في مصر او كوره عالميه، خلاص عايزين حاجه من الدنيا تاني، ثلاثيه بالجيل ده، لا تقطعوا موسيماني والله ومع موسيماني. الكوره بتورينا حاجات غريبه.